عادة ما نتخيل عند التفكير في المتنزهات الترفيهية قضاء أوقات ممتعة مليئة بالمرح، ولكن بمجرد إغلاقها وهجرها تصبح القصة مختلفة تماماً. لنلقي معا نظرة على بعض هذه المتنزهات. لقد قررت القيام برحلة إلى نيو أورليانز لزيارة سيكس فلاجز، وعند الوصول إلى هناك تكتشف أن المتنزه مهجور. ما زالت اللافتة التي كتب عليها مغلق بسبب العاصفة معلقة هناك. تشعر بالرغبة في المغامرة فتتجاوز بوابات المتنزه المحطمة. هل المكان بارد هنا أم هذا ما أشعر به أنا فقط؟ تسير قرب البركة فتشعر أن هناك أحد ما. تقترب بعض الشيء وإذ به تمساح. من الأفضل أن تهرب وتترك هذا الشيء بمفرده. تواصل استكشاف المكان. استلهم تصميم المتنزه من الهندسة المعمارية الفرنسية للمدينة، لكن المباني اليوم متسخة وكل النوافذ محطمة، وهناك أشياء أخرى غريبة في كل مكان من حولك. ماذا يفعل حذاء التزلج القديم هذا في هذا المكان؟ أغلقت الحديقة أثناء الإعصار وبقيت غارقة تحت مترين من الماء، لذا لا عجب أن تكون الألعاب المعدنية كلها صدئة الآن. لا تبدو دوامة الخيل هذه جذابة لي. علينا العودة مرة أخرى. هاي، على الأقل التقطت بعض الصور الرائعة، أليس كذلك؟ لنجعل هذه الرحلة أكثر إثارة، تخيل أنك تخطط لزيارة دادي بارك ليلا في مكان ما في الريف البلجيكي. ستجد متنزها مخيفا مهجورا منذ عدة سنوات. لا تحمل معك سوى هاتفك الذي تستعين به لتضيء طريقك. ترى أمامك مدخل الجسر وتشق طريقك من خلاله، وبينما تعبر الجسر يبدأ الجسر في التأرجح وإصدار الأصوات. لمعلوماتك، أنت تعبر أحد أطول الجسور المعلقة في أوروبا. لقد فعلتها يا صاح. تبدو الغابات المحيطة بالمكان مرعبة فعلا، وتظهر من حولك أيضا أماكن تنزه أصبحت الآن مهجورة. ظهرت غابة كثيفة وسط هذا العدد الكبير من الأرجوحة الدوارة، ويحتمل أن ينكسر هذا المنزلق الضخم إن حاولت استخدامه الآن. المتنزه في حالة مزرية، ولا عجب أنه أغلق لأغراض السلامة. يفضل أن تغادر الآن وتعود في وضح النهار. محطتك التالية هي واندرلاند أوراسيا، والمعروفة أيضا باسم أنكا بارك في تركيا. افتتح المتنزه الترفيهي في مارس من عام 2019، لكنه أغلق بعد فترة وجيزة. بمجرد دخولك إلى المجمع العملاق تجد نفسك في شيء أشبه بمستودع فارغ، لكنك تكتشف أنها دوامة داخلية عملاقة. بقي كل شيء على حاله وكأنه جديد، ويمكنك حتى الجلوس في إحدى عربات قطار الملاهي المصطفة بشكل مثالي. إن كنت من محبي المغامرات فعلاً، فبإمكانك السير على القضبان الداخلية لقطار الملاهي، لكن كن حذراً كي لا تسقط. أوه، هذه عائلة فلانستون. أشعر وكأني عدت إلى مرحلة الطفولة. ترى من بعيد شيئاً يشبه فيلم العالم الجوراسي، فتقرر الاقتراب وإلقاء نظرة عن كثب، فتجد تماثيل ضخمة مهملة للتيرانوسورات وهياكل عظمية مزيفة للديناصورات ملقاة على الأرض. ولكن على عكس المتنزهات الأخرى المهجورة، كل ما في هذا المكان جديد، ما يجعل الأمر أكثر غرابة. كان من المفترض أن تكون نارا دريملاند هي ديزني لاند في اليابان، لكن فشل المشروع مع مرور الوقت، واليوم يسكنها نبات اللبلاب والطيور الغريبة. للدخول إلى هناك ستمر بجسر متحرك وتتجه إلى قلعة بلون الباستيل. قد تشعر بقلبك يخفق بسرعة عندما تمر بقطار ملاهي ضخم مغطى بالضباب. هل كان هذا يعني أنه شاهق العلو؟ أجل، يشير كل ما في هذا المكان إلى ضرورة مغادرته حالا. سترى لفائف من التذاكر ودما ألقيت على الأرض. وما رأيك بالتجول في مطعم فارغ؟ غريب كيف أن الطاولات والمقاعد لا تزال في مكانها. أثناء التجول في ما كان في السابق محل هدايا، سترى أرفافاً فارغة وماكينة نقود قديمة. من الأفضل أن تغادر قبل أن يخرج أي شيء من هنا. إن سمعت اسم جويلاند، أي مدينة المرح، ماذا ستتخيل؟ يبوح الاسم بكل شيء، أليس كذلك؟ وإن قررت زيارة جويلاند فعلاً،
فأنا على يقين تام أنك ستقضي وقتا مليئا بالرعب. في ولاية كانساس وبالتحديد في مدينة واتشيتا ستجد متنزها ترفيهيا كان مشهورا في السابق، لكنه فارغ الآن ومليء بالمناظر الغريبة. منزلق أزرق باهت وسط الغابة، انظر إليه، وكوخ غريب، لكن إن قمت بزيارتها في يوم مشمس ستجدها غريبة لكنها جميلة بعض الشيء. شيدت جويلاند في أواخر الأربعينيات، وتحيط بها هالة عتيقة تتماشى جيدا مع المكان المهمل. انظر إلى دولاب الهواء الأصفر الصدئ مع صندوق تذاكر قديم، هذا مذهل، لكن متنزه ماجيك هاربر الترفيهي ليس بهذا السحر. في ميرتل بيتش في كارولينا الشمالية تجد متنزها قديما احتلته الطبيعة. هنا لم تعد تصطدم سيارات التصادم. إذا دخلت في المتاهة الشجرية فربما لن تجد طريقك للخروج منها أبدا. لست متأكدا مما ستراه بين الألعاب الصدية، لذا حظا سعيدا إذا كنت تخطط لزيارة المكان. إذا كنت تبحث عن مكان للاسترخاء في فترة ما بعد الظهيرة الحارة فماذا عن ديزنيز ريفر كونتري؟ أنا أمزح، فأنت بالتأكيد لن ترغب في دخول الماء هناك. بنيت الحديقة في سبعينيات القرن الماضي وأغلقت عام 2001. قم بزيارة منحدرات المياه البيضاء سيرا على الأقدام بدلا من أن تطفو في الشلالات الوهمية. سيكون لديك حوالي 100 متر للتنزه في طريق وعر في الغابة. ربما سترى الإطارات المعلقة التي كانت بمثابة أرجوحات. يمكنك حتى تجربة الانزلاق الحر إن كنت تثق في الكابل. لإضافة المزيد من الرعب إلى هذه القصة، أغلقت الحديقة بسبب البكتيريا الخطيرة التي نمت بكثرة في المسطحات المائية الدافئة. هل أنت متأكد أنك لا تحب السباحة؟ عندما تفكر في إيطاليا، أراهن أنك تفكر في المعكرونة والبيتزا وبرج مائل في مكان هناك. حسناً، في جنوب إيطاليا يوجد متنزه ميراجيكا الترفيهي الفارغ. لا يزال المدخل يرحب بالزوار، لكن توقف الناس عن القدوم إلى هنا قبل بضع سنوات. العشب يغطي المكان بالكامل. لا تزال الهندسة المعمارية الشبيهة بالدمية موجودة. تحت القضبان المنسية لسفينة دوارة في الهواء يمكنك تقريبا سماع صرخات الإثارة للأشخاص الذين يركبون اللعبة. عادة ما يكون هذا الجزء من الحديقة محظورا، لكن الآن ليس هناك أحد يسيطر على المكان. قد يكون من المخيف التواجد هنا، لكن من المؤكد أن الأدرينالين يتصاعد. لنفترض أنك جالس على مقعد في جزيرة كوني في بروكلين، تشاهد فزاعة تأكل نقانق قديمة على الأرض. هذه الحديقة الترفيهية التالية شاغرة فقط خلال فترة معينة من العام، لكنها لا تزال مرعبة بالفعل. عليك أن تستقل قطاراً من المدينة حتى تصل إلى المتنزه. كوني آيلاند هي حديقة موسمية تفتح فقط من منتصف الربيع إلى منتصف الخريف. إذا كنت ترغب في الاستمتاع بأجوائها المرعبة، فسيتعين عليك زيارتها في فصل الشتاء. ستتجول عبر صفوف من الأكشاك الفارغة حيث لا تزال أضواء جميلة معلقة. يبدو أنه متجمد في الوقت المناسب حيث توقفت جميع الألعاب عن العمل. وعند هطول الثلج يصبح المكان أقل رعباً، فللثلج تأثير على المكان. لكن مع ذلك تبقى الحديقة فارغة ومهجورة. أراهن أنها صورة رائعة. أخبرنا في التعليقات أي من هذه المدن وجدتها مرعبة أكثر. لن أذهب للتحقق بنفسي، اذهب أنت أولاً.